أفادت مصادر خاصة لموقع وين وين أن الإسلوفيني سيتريشكو كاتانيتش استقر على قائمة اللاعبين المحترفين، والذي سينضم لمعسكر منتخب العراق في مدينة البصرة، والذي سينطلق في 18 من الشهر الحالي. وقالت المصادر أيضا أن كاتانيتش لن يمنح الفرصة للمهاجم على عباس المحترف في جلفيزنتي البرتغالي، على الرغم من عودته من الإصابة لكونه لم يشارك كثيرا هذا الموسم، كما أنه لن يوجه الدعوة للاعب خط الوسط المنتخب أسامة رشيد والمحترف في غازي عينتاب التركي، وذلك لوجود خيارات محلية أفضل. وكشفت مصادر ذاتها أن جيستين ميرام لاعب ريال سالت ليك الناشط في الدوري الأمريكي للمحترفين المبعد أيضا عن القائمة الدولية منذ عامين، لا ينوي المدرب أسود الرافدين توجيه الدعوة له لخوض المباريات الثلاثة المتبقية لأسود الرافدين في تصفيات كأس العالم دون توضيح المزيد من التفاصيل. وسيقيم المنتخب العراقي معسكر تدريبي في البصرة لمدة أسبوعين، سيواجه فيه منتخب طاجكستان في 24 شهر الحالي، وفي نهايته يوم 29 سيواجه منتخب النيبال تحضيرا لاستكمال المباريات المتبقية التي ستنطلق في 7 من حزيران المقبل من تصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة كأس العالم 2022. وستغادر البعثة العراقية في 2 من الشهر المقبل عاصمة البحرينية المنامة، والتي سوف تستضيف مواجهات المجموعة الثالثة، حيث سيلعب منتخبنا الوطني ضد الكمبودي في 7 من الشهر حزيران المقبل، وبعده بأربعة أيام سوف يلعب منتخب هونغ كونغ بتاريخ 11/6، ويختتم آخر مباريات في إيران أمام إيران في 15 من الشهر ذاته، ويتصدى منتخبنا مجموعته ب 11 نقطة. كشف مهند علي ميمي مهاجم منتخبنا الوطني ونادي السيليا القطري انه لم يتلقى عروض رسميه من الانديه الاوروبيه حتى الان، ولكن وكيل اعماله ابلغ بوجود قنوات اتصال مع عدد من الانديه في القاره العجوز. وقال ميمي في تصريح ان موسم الاعاره مع نادي السيليا قد انتهى، ووكيل اعمالي كريستيان ايميلي تكفل بالتواصل مع نادي الدحيل الذي يملك بطاقتي بخصوص مشوار المقبل. نعم لدي طموح الكبير في تكرار تجربة أوروبا بعد خوض محطة بورتومينيس البرتغالي في الموسم الماضي، ومستعد للتحدي الجديد في الملاعب الأوروبية في حال توفرت الفرصة في المستقبل القريب. وشكر نجم المنتخب الوطني وكيل أعماله المصري على العمل الكبير الذي يقوم به من أجل توفير الفرصة الأفضل له، مشير لأن كريستيان إيميلي لا يترك اللاعب بعد الانضمام إلا لأي نادي، بل يبقى متواصلا معه عكس الوكلاء الآخرين. وكان مهند علي والملقب في العراق بميمي قد انهى موسمه مع السيليا بتحقيق اول لقبين في نادي القطري، وهما كاس الاتحاد وكاس اوريدو، ولعب مع السيليا 19 مباراه في منافسات دوري نجوم قطر، وغاب فقط في 3 مباريات، سجل 7 اهداف وصنع هدفا، ونال بطاقه حمراء التي عدت الاسرع في تاريخ المسابقات القطريه بعد مرور 35 ثانيه فقط على انطلاق المواجهه امام الاهلي. وبما أنه ميمي موجود الآن في بغداد ولغرض الحفاظ على لياقته البدنية قدر الإمكان، مهند علي ميمي يشارك نادي الشرطة تدريباته اليومية. مدرب نادي الدحيل السابق روي فاريا يصرح أن ميمي خاض مباريات كثيرة مع الدحيل لكن أداء لم يكن بالمستوى الذي نامله. خايب أنت لعبت كم لعبة؟ نجم منتخبنا الوطني علي عدنان يرد على منتقديه الذين انتقدوه بخصوص زيادة في الوزن، حيث رد عليهم قائلا قميص منتخبنا الوطني ضيق جدا، أنا أمتلك كتلة عضلية وليس زيادة في الوزن. والإسباني آدما تراوري لاعب نادي ولفرهامبتون الإنجليزي لديه كتلة عضلية أكبر مني بمرات، وهو واحد من أفضل اللاعبين الآن في الدوري الإنجليزي. أما محترفنا العراقي جلوان حمد الذي يتألق مع فريق غورتيس الكرواتي الذي ينشط في الدوري الكرواتي الممتاز، وهو الآن ضمن المراكز المؤهلة إلى تصفيات الدوري الأوروبي، حيث أنه في آخر 4 مباريات مع فريقه صنع جلوان حمد 3 أهداف وسجل هدفا واحد. ورغم كل تألقه هذا مع الفريق إلا أن الكادر التدريبي منتخبنا الوطني لم يقر استدعائه لحد الآن، ولا نعرف شنو السبب. انتم برأيكم شنو السبب؟
أما عن محترفنا المستبعد من منتخبنا الوطني أسامة رشيد الذي أبدع مع ناديه غازي عين تاب وحصول على نقطة من التعادل بدون أهداف أمام نادي قيصر سبور في مباراته ضمن الجولة 40 للدوري التركي الممتاز لكرة القدم. أسامة رشيد شارك أساسيا لغاية الدقيقة 77 من المباراة.